سيد أحمد، لكن وزير الخارجية التركي أيضا صرح هاغان فيدان، قال إن تركيا ينفي انخراطها بلاده في الصراع في سوريا. يعني هو يعني ليقول ما يقول الحقيقة، ولكن الدور التركي في سوريا معروف، وتركيا لديها يعني حضور عسكري واضح جدا، ومعروف جدا القوة التي تدعمها تركيا. فبكل تأكيد الإخلال يعني ممكن أن يؤدي تقدم مجرى تحرير الشام، يعني الآن هم على ضفاف حماة ممكن أن يصلوا إلى دمشق، فبكل تأكيد هذا سيفرض استحقاقات تحاول أن تتنصل على تركيا، ومش فقط تركيا أي دولة يعني. ولكن عمليا هذه القوة يعني العملية بالأساس هي كانت فيها رعاية من المخابرات والاستخبارات العسكرية التركية، فيها دعم، فيها يعني تنظيم. فتركيا لا تستطيع أن تنكر هذا الموضوع، يعني روسيا لا تستطيع أن تقول نحن لسنا طرفا في النزاع، هي تقصف اليوم على سبيل المثال وتدعم النظام في سوريا لمواجهة هذه الفصائل. فالوقائع في الأرض ليس لها علاقة بما تصرح به الدول، ولكن ممكن جدا أن يتدحرج الأمر وأن تتحول القضية إلى قضية أكبر من المتوقع يعني. لأن القوى الزاحفة قوة على سبيل المثال موضوعة على قائمة الإرهاب الأمريكية، فممكن تحرر أو تقتحم كل سوريا. هذا الأمر قد يعني يسبب حرجا لتركيا أمام، خصوصا وهي عضوة بالناتو، وسيفوق فكرة أن سيطرت أو إدارة تركيا لمصالحها في منطقة الشمال السوري، ومحاولة قطع الطرق بين حزب العمال وقسد على سبيل المثال، يعني أن تتحول تأمين العمق الأمني لتركيا في سوريا قد يتجاوز هذا الأمر، هذه القضية، ونتائج ما يحدث الآن قد يجعل تركيا تدخل في صراع مع الدول الغربية. فهذا الأمر أكيد ستترصد من تركيا، يعني واضح جدا. ولكن على الأرض أنا أعتقد هي تفاعلات داخلية مرتبطة بقواعد الحرب السورية وتوازن القوى الداخلية، مرتبط بالتحول الذي حصل بالإقليم، يعني حرب غزة على سبيل المثال، استهداف حزب الله، ضعاف الفصائل المرتبطة بإيران، محاولة حالة التنازع وعدم التنظيم بين روسيا من طرف وأمريكا من طرف أخرى، إيران وتركيا في الداخل، هذا كله يلقي بظل على ما يهمنا كعراقيين الحقيقة، أن لا يتكرر، لأن مشهد الانهيارات الأمنية في سوريا ينعكس على العراق، وهذا ما شاهدناه في عام 2014. يعني هذا هو الهاجس الذي مش فقط الأردن الآن متخوفة، يعني دول محيط سوريا التي تضررت في مرحلة أو في فصل الحرب السورية الماضي متخوفة في هذه اللحظة، وهذا التخوف طبيعي جدا. لذلك أنا وجهة نظري العراق يجب أن لا يتعامل مع هذا الموضوع بتراخي أولا، ولا يتعامل بتخوف كبير أيضا، وأن تكون هناك قوة مش في القوة النظامية. يعني أنا تابعت تصريحات وزارة الدفاع العراقية على سبيل المثال تشير إلى وكأننا داخلون في حرب كلاسيكية مع جيش. طيب. لا أبدا، يعني الآن القوى التي اقتحمت حلب لا تملك إلا أسلحة خفيفة، هذه قوة غير نظامية، نحتاج إلى قواتنا الغير نظامية يعني كلها يعني مسرع عمليات في المناطق الحدودية مع سوريا حتى لا تتكرر يعني ما حصل في السابق ودخول داعش. نعم.